America is a nation that can be defined in a single word. I was going to excuse me. تلعثم وتعثر ثم تعثر وتلعثم وهكذا دواليك. I got them. $1.9 trillion relief so far. ما بين التلعثم والتعثر يحاول الرئيس الأمريكي جو بايدن الجري والركض جاهدا إن تطلب الأمر، وذلك للدخول في سباق محتدم للحفاظ على الكونغرس الأمريكي والفوز بغرفتيه المؤلفتين من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في واحدة من انتخابات التجديد النصفي التي تأخذ شكل انتخابات الرئاسية مع عودة سلفه دونالد ترامب الحالم مرة أخرى بترشيح نفسه للرئاسة سنة 2024. ما من مشهد يلخص حالة الخصام السياسي بين الجمهوريين والديمقراطيين أكثر من نانسي بولوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي حين مزقت خطاب ترامب سنة 2020 بعد عدم مصافحته لها، فأظهر المشهد بدا الانقسام والاتجاه السياسي الداخلي للولايات المتحدة. ما يزال ترامب حتى الآن يصر على توصيف انتخابات 2020 بالكذبة الكبرى، ليبدو أن ترامب يعود من بوابة انتخابات التجديد النصفي على هيئة رئيس تآمر عليه الديمقراطيون لإخراجه من البيت الأبيض، وكأن الرجل لديه ثأر سياسي بحسب تصوراته وسلوكه الواضح. أما الآن ماذا لو قلنا إذن إن الحمار والفيل في حلبة المواجهة الساخنة، طالما أن الديمقراطيين يتخذون الحمار شعارا لهم، أما الجمهوريون فيتخذون من الفيل شعارا لهم، وهنا ستأخذك هذه الانتخابات إلى 19 انتخابات نصفية منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. ما من رئيس فاز حزبه في الانتخابات النصفية إلا باستثناء رئيسين فقط لا غير. يحكى أن روزفلت طلب من الأمريكيين انتخاب حزبه على أبواب الحرب العالمية الثانية، فخسر حزبه بالرغم من ذلك. وكذا الأمر الرئيس ترومان سنة 1950 تفاءل بفوز حزبه الديمقراطي فخسر وفاز الجمهوريون. هي عناوين كثيرة في هذه الانتخابات، أهمها التضخم الاقتصادي ومسألة الإجهاض، لكن العنوان الأبرز خلف هذه العناوين أن الحزب الجمهوري يبارز سياسيا للاستحواذ على الكونغرس الأمريكي، حيث يحتاج إلى 6 مقاعد لاستعادة الأغلبية في مجلس النواب ومقعد واحد في مجلس الشيوخ. ذاك ما سيرسم مستقبل جو بايدن ويحدد مدى الاستفتاء عليه، فضلا عن اتجاه السلطة من خلال السيطرة على الأغلبية في الكونغرس. من هنا تكتسب هذه الانتخابات أهميتها السياسية الداخلية والخارجية، بحيث يمكن للجمهوريين فيما لو اكتسحوا هذه المقاعد أن يغلقوا على بايدن باب التشريعات، أو يصل الأمر إلى دعوات الجمهوريين بتنحية بايدن. حقيقة الأمر لا تبدو أن المنافسة بين الديمقراطيين والجمهوريين كما كانت منذ سنوات طويلة، وكأن الحزبين يفتقران إلى وجوه سياسية جديدة مؤثرة. بدا السباق والتنافس بين رجل ديمقراطي طاعن بالسن ورجل عقارات جمهوري من خارج الأطر السياسية الأمريكية التقليدية، حتى أن واشنطن باتت تخسر رويدا رويدا حلفائها التقليديين. فهل هي أزمة بنيوية في النظام السياسي الأمريكي الحالي؟ أم اهتزازات في جدار الاقتصاد الأمريكي؟ بكل الأحوال شعبية بايدن على المحك، وحلم يراود ترامب حتى سنة 2024. ما بين الأمس واليوم تغيرت ملامح الولايات المتحدة الأمريكية وتوجهاتها على المستوى الداخلي والخارجي، وللكونغرس كلمة فصل في خطى الرئيس.